السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. ما زلنا مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits، ونصل اليوم إن شاء الله مع الطريقة الأخيرة، وهي طريقة السوبربوزيشن. إذن طريقة السوبربوزيشن هي الطريقة الخامسة. إذن بعد ما رأينا طريقة النود، طريقة الماش، طريقة السورس ترانسفورميشن، ورأينا الطريقة الرابعة وهي طريقة الثيفنن، اليوم إن شاء الله ننهي هذا المحور الثالث مع طريقة السوبربوزيشن ثيورم. إذن هذه الخطوات المتبعة لتطبيق قانون السوبربوزيشن. الهدف من هذا القانون هو كالطرق الأربعة التي مضت، وهي تبسيط أي electric circuit، resistive electric circuits، وذلك قصد استخراج إما الجهد أو التيار أو الباور في هذا السيركت. والآن سوف نطبق الثلاث خطوات لفهم هذا القانون، لكن أول شيء سوف نستعمل كثير هذه الكلمة turn off source. نعرف أن السورس عندنا نوعين، عندنا الكرنت سورس أو الفولتج سورس. بالنسبة للكرنت سورس، إذا أردنا إغلاق الكرنت سورس يعني turn off الكرنت سورس، سوف نعوضها ب open circuit، وبالتالي التيار يكون صفر. أما إغلاق الفولتج سورس، turn off الفولتج سورس، فقط سوف نعوضه بشورت سيركت، وبالتالي يكون قيمة الجهد صفر. المثال الأول العملي لهذه الطريقة، وسنفهم إذن الخطوات الثلاث. إذن عندي هنا دارة كهربائية، ننتبه جيدا لمصادر الطاقة الموجودة في هذه الدارة. نلاحظ هنا عندي مصدر جهد وعندي هنا مصدر تيار. السؤال في هذا المثال الأول استخراج التيار الكهربائي الذي يمر في المقاوم 9 أوم. إذن لو نطبق قانون السوبربوزيشن، أولا سوف نغلق مصدر والمصدر الآخر يشتغل. يعني هنا مثلا عندي مصدران، هذا المصدر الأول وهذا المصدر الثاني. سوف أترك المصدر الأول يشتغل والمصدر الثاني off. ما معنى off للcurrent source؟ يعني أعوضه ب open circuit، فتكون هذه الدارة ليس فيها إلا مصدر واحد يشتغل. ومجهولي هذا الـ IX سوف يكون يساوي هذا التيار الذي هو نتيجة وجود مصدر الجهد مع هذا التيار الذي هو نتيجة وجود مصدر الكرنت. يعني في هذه الحالة الثانية ماذا فعلت؟ أصبح المصدر الأول هنا off، عوضته بكرنت source. أما المصدر الثاني وهو الكرنت source سوف يكون يشتغل.
وهي عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى المصدر الأول اشتغل والمصدر الثاني off. في الدارة الثانية المصدر الأول off والمصدر الثاني on يشتغل، وبالتالي مجهولي، هذا مجهولي وهو قيمة التيار الكهربائي في البرانش 9 اوم، ماذا تساوي؟ التيار هنا يساوي هو التيار الأول وهو نتيجة وجود المصدر الأول مع هذا التيار نتيجة وجود المصدر الثاني. نطبق على مثال ثاني حتى نزيد فهم قانون السوبربوزيشن. الآن هنا ماذا عندي؟ عندي فولتج سورس قيمتها V1، عندي كذلك فولتج سورس أخرى قيمتها V2. المطلوب استخراج قيمة التيار الكهربائي في هذه الدارة الكهربائية باستخدام قانون السوبربوزيشن. وكما قلنا يجب الانتباه إلى مصادر الطاقة الموجودة في الدارة الكهربائية. إذن قانون السوبربوزيشن يعتمد على الآتي. الهدف هنا استخراج ماذا؟ استخراج التيار الكهربائي. هذا التيار في الأصل هو نتيجة وجود ال V1 ونتيجة وجود ال V2. ماذا سوف أفعل؟ سوف أغلق مصدر، عندنا مصدران، مصدر أول والمصدر الثاني. أغلق مثلا هنا في الأول هذا المصدر الثاني، هذا off، عوضته بماذا؟ بشورت سيركت. وماذا بقي؟ بقي ال V1 هو الذي يشتغل، وقد أعطاني في هذه الدارة تيار كهربائي قيمته I1. ثم ماذا أفعل؟ أترك الثاني يشتغل وأغلق المصدر الأول. هنا كان المصدر الأول يشتغل، هنا off، هنا المصدر الثاني off، هنا أصبح on. إذن هنا عندي تيار كهربائي نتيجة وجود من؟ نتيجة وجود المصدر الثاني، وبالتالي هذا الآي 2 هو نتيجة وجود المصدر الثاني، أما المصدر الأول فهو off. إذا ماذا أفعل؟ مجهولي التيار الكهربائي هذا المطلوب هو يساوي قيمة التيار الكهربائي الأول زائد قيمة التيار الكهربائي الثاني. مثال آخر هنا، لكن عندي في هذه الدارة مصدر جهد مع مصدر تيار كهربائي. المطلوب استخراج التيار الكهربائي في البرانش 6 أوم باستعمال قانون السوبربوزيشن. إذن أولا ماذا سوف أفعل؟ سوف أقوم بإغلاق المصدر الأول وهو الكرنت سورس. كيف أغلقه؟ أعوضه بدارة مفتوحة. فماذا يبقى؟ يبقى هذا الجزء من الدارة الكهربائية، وبالتالي هذا التيار المجهول يساوي هنا هذه القيمة، سميته مثلا IVS كقيمة. سوف أطبق قانون الأوم. ماذا يساوي التيار؟ هو قيمة الجهد على قيمة المقاومة. عندي مقاوم أول ومقاوم ثاني سيريز، فتكون هذه
التيار كهربائي يساوي 3 أمبير. الآن ماذا سوف أفعل؟ بما عندي الآن مصدران للطاقة، الآن سوف أفعل ماذا؟ سوف أطفئ المصدر الثاني وأترك المصدر الأول يشتغل. إذن هذا المجهول سوف يتحول إلى نفسه مجهول، لكن هو نتيجة وجود المصدر الأول، بما أن المصدر الثاني off وقد عوضناه بشورت سيركت. إذن هذا التيار الآن كم قيمته؟ سوف أطبق قانون الكرنت ديفيجن، قانون تقسيم التيار الكهربائي، وتكون هذه القيمة تساوي 2 أمبير. إذن في الحالة الأولى وجدت قيمة التيار الكهربائي تساوي 3 في هذه الدارة الثانية، والحالة الثانية عندما أغلقت المصدر الثاني وتركت المصدر الأول يشتغل وجدت قيمة المجهول التيار الكهربائي المجهول يساوي ماذا؟ 2 أمبير. إذن التيار الجملي I هو الأول مع الثاني يعني 5 أمبير.